وكذلك بعض أهل السنة يغلظ جدا على المبتدع بحيث إنه لا يحقق فيه معنى الموالاة بقدر إيمانه، ويحس من يقرأ له أو من يسمع منه أو نحو ذلك أنه لا حق للمبتدع أصلا، بل يبغض من كل جهة وينكر. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ينظر فيه إلى إيمانه، ينظر فيه إلى هذا، وينظر فيه إلى بدعته، وذا يترك ويتبرى منه ويعادى وينكر عليه ويحذر من أقواله ونحو ذلك. نعم. وهذه لابد فيها من حق صبر، لابد فيها من حق صبر. أحيانا تدخل أيضا مسائل تكون هوى نفس وتدخل البدع فيها، تكون البدعة أو وجود البدعة ينهى عنها أو تعظم البدعة لأجل هوى النفس، وهذا عمل مردود على صاحبه، لأنه يجي يتحمس إلى آخره لأجل هوى النفس وما يرغب في الشخص الفلاني، يكرهه، ولذلك جعل الوسيلة للتشنيع به والتحذير منها ما هو عليه من مخالفة الحق. هذه كلها من حظوظ النفس والأهواء، والسلامة من ذلك هي بالاستقامة على الحق والهدى. وأن الإنسان المؤمن اللي يريد النجاة لا بد له أن يوطن نفسه على الصبر حتى على مخالفة النفس والانتصار للهوى، ويوطن نفسه على أن يقول بالحق ويتحرى وأن لا يعتدي. هذه تحتاج إلى دربة ومجاهدة. نعم.